اليوم احنا بضيافه جامعه الشعب من جامعات المرموقه بالعراق لتنظيم فعاليه الشمول المالي بالتعاون مع البنك المركزي وتنظيم مؤسسه لجات بكين تكنولوجي. احنا ركزنا على فئه كلش مهمه هي فئه الطلاب والطالبات المدارس العراقيه الحكوميه حتى نعد جيل يمتلك المهارات المطلوبه في جانب التكنولوجي والتعريفهم على الشمول المالي والتكنولوجي المستخدمه بهذا الجانب. اليوم جامعه شعب لعبت دور كلش كبير لان هي مهتمه بالذكاء الاصطناعي، مهتمه مو فقط بالادكيشن، مهتمه بالتطوير المهارات لدى الطلاب الجامعيين ولدى الطلاب اللي راح يجون يدرسون بالجامعه. كل التقدير والاحترام الجامعه متمثله بالسيد رئيس الجامعه الدكتور يوسف والكادر العام بيه. شكرا لكم. انا سعيد جدا انه اكون متواجد في جامعه الشعب بهذه المناسبه وان نلتقي باساتذه بنخبه من الاساتذه في عده مجالات خصوصا بالجيل الفا اللي معني بالابتكارات والخدمات والجوانب الذكاء الصناعي. صراحة احنا بالشمول المالي نستهدف عدة فئات. بشكل تقليدي نستهدف عادة كل الفئات المجتمع من ضمنها الفئات المحرومة وفئات النساء بكيفية إيصال الخدمات المالية لهذه الفئات. هذه الفئة كلش مهمة بسرعة تلقيها للمعلومات وكيفية فهم الاستخدام أو معنى الخدمات المالية، لأن من خلالها نقدر نمرر عدة أمور تخص الثقافة المالية وكذلك تعطينا رؤية مستقبلية لكيفية تطوير جوانب الخدمات المالية لتلائم كل أفراد المجتمع.